مساء الخير، مساء الشهادة. كلمة عهد كلمة مقدسة بقاموسي، بتعني وعد والتزام. ما في قوة بتزحزحهم من نفس مؤمن بعقيدة أو مؤمن بقضية. والتعبير عن هالوعد والالتزام بيكون بالقول وبالفعل وبالموقف وبالصوت، وبيكون بالكتاب وبالمقال وبوقفة المنبر وبالغنية. للعهد صوتي، غنية من حواضر بيتنا، من صميم اقتناعنا بخلاص الوطن، عقيد سيد العهد رئيس الأمة اللبنانية العماد ميشيل عون، اللي عبى خواب الأيام بنبيد أخلاقه ووطنيته وروحه الرسولية وأبوته وصدقه ورؤيته. غنية كتبتها لحنها خيي سهيل، أدتها بنت عمي جينوفييف، ووزعها المايسترو جورج مرعب. للعهد صوتي، افتتاحية حلقة نقطة فاصلة. نسمع. قدسية الشهادة عنوان حلقة نقطة فاصلة اليوم، من وحي ذكرى 13 تشرين اللي عطيت للشهادة معنى. كل سنة نكتشف له أبعاد جديدة
من 31 سنة، ونبع المعاني دافئ ما بيخلص. وبما أنه الشهادة كمان موت، رح نتناول بهالحلقة رحلة الموت من البيت الأرضي للبيت الأدبي الأبدي مع نائب بيروت الأسيس الدكتور الصديق إدغار طرابلسي، اللي رح يوقع كتاب بيحمل هالعنوان آخر هالشهر، بمحاولة منه هو اللاهوت العليم لفهم موضوع الموت بكلمة الله، تيكون للمؤمن الرجاء واليقين بمواجهته وبتحديد وجهة سفره من المدينة الأرضية للمدينة السماوية ومن بيته الترابي لبيته الأبدي. أهلا فيك دكتور إدغار. شكرا حبيب، شكرا للدعوة الكريمة. يا أهلا فيك. يلا نحكي عنا موضوعين، قسم الحلقة لقسمين، قسم عن الشهادة وقسم عن موضوع كتابك. بعدنا بجو إحياء ذكرى 13 تشرين، ومن هالذكرى اخترت عنوان الحلقة قدسية الشهادة. شو مفهوم الشهادة عند الأسيس طرابلسي وشو مدى ارتباطها بالقدسية؟ الشهادة عندي شيء كتير كبير، طالما هي مرتبطة بالنبل وبالقضية النبيلة، لكن أنا بحاول دائما أرجع للمعاجم، للمعنى الأصلي للكلمة. الشاهد هو اللي عم بيقدم برهان، هو اللي عم بيقدم حقيقة، هو اللي عم بيقدم دليل، هو المعلن عن حق. هيدا هو الشاهد. من هالجزر كمان إجا الشهيد. شيء عجيب باللغتين العربية واللي نحن منرتكز عليها باللاهوت اليوناني، لأنه إنجيلنا إجا باليوناني، كتب باليوناني، ارتبطوا بعضهم الشاهد والشهيد. مارتس ومارتيريا، يلي إجا منا مارتر. هيدا الشهيد هو عم يصدق شهادته بدمه. هلأ في الإيمان المسيحي الشهيد هو يلي بيموت لأجل شهادته للمسيح، وهون الكنيسة فعلا مليانة دم بتاريخها شهداء. المسيح قال عن حاله أنا الشاهد الأمين، بمعنى ما هو شهيد، هو فادي البشرية، هو قدم نفسه ذبيحة. بلشنا استيفانوس شهيدي، شاهدي، الشهيد الأول، الشهيد الأول بالمسيحية، وصارت غير اللص اليمين هيداك ما كان شهيد. وهوني منبلش نحكي عن أنواع الناس اللي بيموتوا، وصرنا منخلط بيناتهم القتيل والضحية والشهيد والمحكوم إعدام. ما بالضرورة كلهم شهداء، بس هلأ نحن صرنا بعصر اختلطت المعاني، ورح نوصل على التفصيل في الدرج المفهوم. أنا بآمن الشهيد هو فعلا لأجل قضية نبيلة مات، شهيد الرأي، شهيد الإيمان، شهيد الوطن، دفاعا عن الوطن، هيدا الشهيد. أنا إذا بدي طبعا استند لمراجع أهم منا بكتير، من خلال مراجعتي شخصيا الدقيقة لعظات سيادة المطران العلامي جورج خضر، ركز على منطلق مفهوم الشهادة وقال كلمة الشهيد بترتبط بالشهادة للمسيح بالقول وبإعلان الإيمان فيه وصولا للموت بسبيله. وبيذكر المطران خضر كيف المسيحيين الأول كانوا يروحوا على الموت بفرح، صحيح، لأنهم تمسكوا بالمسيح إليهم ورفضوا ألوهية أمبراطور روما. هيدا هو اللي كنت عم تفضل تقوله؟ صحيح صحيح، أنا أوافق على هيدا التعريف، والتعريف الأساسي ضروري نرجع له حتى ما تختلط المفاهيم علينا ونصير نستخدم الكلمات طالع ونازل. الشهداء انكتب عنهم بسفر الرؤيا، قال وهم غلبوه بدم الخروف، غلبوا بليس بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. في شهادة بالدم
وشهادة بالكلام. شهادة الدم هي تصديق على شهادة الكلام، لذلك الشهداء أكيد هن قديسين شوي أعلى بسبب استشهادهم. بتاريخ الكنيسة كان في صراع بالبدايات، بعده نفس الصراع ولو ما أخذ نفس العبارات. كان قيصر روما هو إلهة بمعنى مصدر السلطات، مصدر وجوهر السلطة. كل السلطات بالدولة لأصغر حاجب جاي منه، فبالتالي هو إله روما. مش مقصود إله يعني كلية القدرة كلية الحكمة موجود في كل مكان، لكن كان مجبورين ينحنوا له انحناء كإله ويصقوا العملة ويكتبوا عنه مخلص العالم أو رب العالم إلى آخره. هون بلش الصراع مع الجماعة غير الشرعية يلي هي المسيحية في بداياتها، كانت مضطهد المسيحية، كانت شيعة مفكرين شيعة يهودية شيعة ناصرية يهودية. لما أعلنوا لا نحن فاكين ارتباطنا باليهودية صاروا ديانة غير قانونية، تعرضوا لاضطهاد. تتصير قانوني بدك تعترف بقيصر كرب. هلا اليهود كان عندهم كاس سبيسيال كيف زبطوه، هوني رفضوا، صار يقول له بدك تقول قول قيصر هو رب، يقول له يسوع هو رب. ياخذوا القصة العظيمة عن بوليكاربوس لما لقطوا الخادم تبعه دلنا عليه لقطوا الضابط شفق قلبه عليه لهالرجل العظيم يلي هو خلفه ليوحنا، نعم الحبيب للرسول يوحنا بوليكاربوس. بوليكاربوس هو جاي رسالة مباشرة بسفر الرؤيا لقاله لبوليكاربوس، قال له كن أمينا حتى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. اخدوا هيدا على المحكمة الضابط الشاب، قال له أنا شفقان عليك أنت مثل بيي أو مثل جدي، تزبط هونيك إذا قلت له للوالي هيك ولو بفهمك يعني أفل كلمة من أفا شفاف ولو ما بتعنيها. قال له كيف بدك ياني أنا كون غير أمين للي كان معي أمين 80 سنة من حياتي؟ علقوه على العمود، صبوا عليه الزيت وحرقوا. بيقولوا إنه هو سمع صوت من السماء كن أمينة إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. بنفس الوقت ربنا رقال عنده قال له كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. بوليكاربوس رمز للشهداء المسيحيين اللي بعدين تتالوا بالعشرات بالمئات رفضوا كليا. فيك التلاميذ اللي كلهم ما في تلميذ إلا ما استشهد ونعمل فيه العمايل واحد يمكن يوحنا الحبيب، بس انسجن سجن إفرادي، انسجن بجزيرة سجن إفرادي، يعني كلهم تعذبوا هيدي كلفة شهادتهم استشهادهم، وكأنهم صدقوا شهادتهم بختم الدم. بالدم بيحكي عن أحد القديسين بالكنيسة الأول المطران خضر، واحد غني عنده بيت كبير وقصر، بشوف مجموعة من هول المسيحيين اللي رايحين على الموت عم بيغنوا يفرحوا. سأل هو شو؟ قال هو رايحين يموتوا. قال اللي بيروح على الموت بيفرح، راح معهم وانعدم بالكوليزي وانعمل قديس، علما انه ما بيعرف المسيحيين. يعني كمان شهادته إلى معنى. هيدي يلي بيلخصها سفر الرؤيا لما نحكي عن الشهداء يلي منشوفهم أرواحهم تحت المذبح عم يصرخوا للرب حتى ينصفهم من اللي زيون. هن فعلا غلبوا قاتليهم يلي أعدمون يلي عزمون كبون للأسود للوحوش الكاسرة أو حرقون ضووا فيهم الشوارع بالترنيم وبالهتاف بالهللويا. هون بيقول غلبوهم أو غلبوه، غلبوا الوحش، غلبوا التنين، غلبوا إبليس وغلبوا قيصر روما بدم الخروف وبكلمة شهادتهم. فينا نعتبر بهالسياق اللي عم نحكي عنه أنه فعل الشهادة
هو تجسيد للآية الإنجيلية أو ترجمة حقيقية، لما بيقول السيد المسيح: ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. حتما، والمسيح بيقدر يقولها لأنه هو جسدها، وقالها بإنجيل يوحنا إنجيل المحبة بمعرض كلامه عن أحبوا بعضكم بعضا. الناس عندهم مشكلة دايما بهذه الناحية. المسيح الحقيقي هو المسيح المحب المغمور محبة، وبيحب خيه ومستعد يموت من أجله مثل ما المسيح أحب الكنيسة ومات لأجلها، والزوج بيحب زوجته مثل ما أحب المسيح الكنيسة ومات لأجلها. هيدا فعل التضحية ما بيجي إلا من حب، وإذا منه موجود هالحب أو هالمحبة الشديدة بيتخلى الإنسان عن خيه وبيتركه يموت وبيغسل إيديه. وفي ناس بالتاريخ تاريخ الاستشهاد خانوا وسلموا إخوتهم وسلموا خدام الكلمة والرعاة وسلموا قديسين، كان في فعل خياني. فالمسيح بإنجيل يوحنا الإصحاح 15 حكي عن هيدا، ومنا صارت بالحقيقة فلسفة الشهادة ما بتصير إلا بناء عليها. يعني إذا كانت بتلاقيها بهالجندي اللي بيعطي، لأنه صار مفهوم الشهادة وسابق للمسيحية استشهاد، ولكن نحن عنا المفهوم مزخم أكتر بفعل تعليم المسيح، ونحن مؤسسين على الدم. أنا متأسف أقول على دماته، يعني نحن إيماننا كله إجا من وراء دمه يلي سفك على الصليب، بعدين دم الشهداء. فالمعنى السامي للاستشهاد هو لما واحد بيعطي حاله عن غيره لأجل غيره، لحماية غيره، لإنقاذ غيره، لخدمة غيره. فمثلا لما بتشوف شخص بفوت بالنار إطفائي أو مسعف أو دفاع مدني بيخلص جندي بيخلص الشخص، ولكن هو بيموت. يعني هون هذا مفهوم الالترويسم أو الغيرية. صحيح، هون في تناقض شديد بين الأناني والغيري، وما بيقدر الأناني يكون شهيد بحياته ضمن هذا المبدأ. بيقدر يكون مجرم وبيقدر يكون مغتصب، بيقدر يكون سارق، بس ما بيقدر يكون شهيد. المسيحية قضية إيمان خلاصية، وتطور مفهوم الشهادة عبر الأجيال. قلت لي هلأ أنه الاستشهاد سابق المسيحية، ولكن تعزز مفهومها للشهادة بالمسيحية وتزخمت. لا يرتبط هالمفهوم هيدا بقضايا بتتعلق خصوصي بالوطن، من هون اللي بيرتقي بساحة القتال دفاعا عن وطنه بصفوف الجيش اللبناني أو بالقوى العسكرية بيكون شهيد. وانسحب الأمر على حالات بتتعلق بالأحزاب بالأحداث، ويا ما اكترى بتاريخنا. هل هالتفسير صحيح؟ نصه صحيح نصه مش صحيح. لأنه يعني بدك تعرف حقيقة موت كل شخص. في بالأحداث كان يصير إشياء، فمثلا يكون واحد عم بيسرق على البور يقتل، يعلقوا بعضهم السرائين يعملوا له ورقة نعوته، استشهد على جبهة الأسواق. هيدا من جماعتنا هون، واحد من جماعتهم هونيك يكون عم بيسرق بشي محل تاني كمان يقتلوه، استشهد على يد الغدر الصهيوني أو الإنعزالي. أنا شايفهم هول النعوات قريهم، فبيطلع شهيد. فبدك تعرف القصة بالضبط، يعني كل حالة لوحدة، كل حالة لوحدة. اختلط الأمر علينا هلا نحن، هذه قصة. عشان هيك الكلام في الجوهر بيرجع بيزبط لنا في قتيل وفي ضحية وفي شهيد. الشهيد قصته كتير كبيرة، وما فينا نقول عن مين ما كان شهيد. وأنا بحب نكون عزيزين في استخدام الكلمة، يعني هي الكلمة عزيزة واحد بده ينقي فيها أمتى تستخدم، ومش لازم تستخدم كيف ما كان. هلأ اليوم إذا بتجي بتقول له هيدا مش شهيد، هيدا شهيد، تعلى بيقتلوك. إذا فريق بيسمي ضحيته شهيد، هيداك بيقول له لا هيدا مجرم، بيعلقوا بعضهم. أو ضحية، كأنه الضحية. صحيح. كلمة ساقطة مثلا. لا، الضحية كلمة منيحة، لأنه هيدا بريء قتل.
مشان هيك البعض بيميز بيقول شهيد مظلوم، شهيد مغدور، يعني مش شهيد مثلا اللي ما بيموت بساحة القتال، تنقول مثل شهداء المرفأ أو شهداء قضايا تاني راحوا ما خصهم أو في منهم راحوا صراعات حزبية ما إلها طعمة، في منهم راحوا بعمل شرير، وفي منهم شهداء بكل معنى الكلمة يلي قدم نفسه لأجل البلاد، لأجل العباد، لأجل الناس، لأجل القضية النبيلة السامية، فعلا شهداء. ونحن تاريخنا مليان شهداء. بعد الحرب اعتبر أنه كل اللي قضوا بالحرب سواء بجبهات القتال أو بالقصف أو بالقنص هو كلهم شهداء الحرب، هيك عم يعتبروهم لأجل السلم الأحلي. يعني هون نعطيها مفهوم وطني إذا بتوحد هالكلمة الناس أكتر. ما شوف، لأنه يلي هو شهيد عميلتنا هو مجرم خلصوا منه عميلتهم، اللي هو شهيد على ميلتهم ولقلهم هو مجرم نحن خلصنا منه، يعني هيك كانوا يفكروا. فابتدع الإعلام اللبناني والأصحاب الرأي ومن عاطلي أنه هو كلهم شهداء. هلأ فعليا ما حدا عم بغربل، نحن ما نعمل تصفاية للذاكرة، من درست قصة الحرب عنا بلبنان وما طلعنا بخلاصات، هيدي إشت منيحة ونهيتها. ولكن إذا بدي أرجع أنا للمفهوم يلي كمسيحي كرجل مؤمن واللي استشهد فيه المطران جورج خضر اللي حكي ككنيسة كتاريخ استشهاد طويل عريض لأجل المسيح، لأجل القضية السماوية وأيضا القضية الوطنية، بالأخير واحد بده يقعد يفكر تماما مين كان فعلا شهيد ومين مش شهيد، وهم نرجع منعلق بعضنا. فخلينا نطوي الصفحة، كلهم شهداء، كلهم شهداء، مش لحتى نرضي بس، لأنه مثل ما قلت ببعض المحلات لأنه في منهم كانوا شهداء على الميلتين، لأنه كانوا شهداء قناعات. هذا اللي قلته هون بالأول، قلت اللي بيبقى في نبل، يعني ايه طبعا ربطت الشهادة بالنبل. أنا بدي أفترض بنتي من الحزب يمكن ما بيعنيك ويمكن بتعتبره، بس أنا مؤمن فيه وماشي على قناعاتي، هذا ألي وعد شهيد إذا مات في سبيل ما يؤمن به؟ إذا تعلمنا احترام بعضنا البعض بدنا نحترم نظرة بعضنا البعض لشهيده، إذا كان ضحية ولا شهيد. فنحن وصلنا لهالمساومة في لبنان في استخدام المفردات. أوكي، هلأ بدنا نرجع نحط القواعد حتى نصير نفكر بالناس. كمان في ضحايا، نحن مثلا طالبنا أنه يكونوا ضحايا المرفأ برتبة شهداء حتى يكون لأهلهم تعويضات الجندي الشهيد، لأنه في منهم في عيال برقبتهم ونظلموا إلى آخره. فهوني بتروح لتعريف قانوني، هيدا لما يسن أو نسن صار قانون، هيدا صار شهيد، هو ضحية، هو ما كان عم بيقاتل على جبهة دفاع عن حدا، يمكن كان عم بيقاتل على جبهة العيش، على جبهة الخبز، صح، على جبهة الإعالة بكرامة لعائلته وراح، بس هو فعليا ضحية. ضحية. نحن طالبنا أنه يصير شهيد حتى يكون في تعويض قانوني عن خسارته. الصبح سمعتك عم تحكي عن ذكرى 13 تشرين، تنختم هالمحور قبل ما ننتقل على المحور الآخر اللي بيتعلق بكتابك الصادر حديثا. 31 سنة قلنا بنحتفل ب 13 تشرين، تنختم شو بتعني لك هالذكرى؟ السنة شو بتقول خصوصي بعد المهرجان اللي صار اليوم؟ هيدي الذكرى من الحوادث الكبيرة اللي بتصير بحياة جيل وما بتنتسى بسهولة. هيدي الذكرى أليمة جدا، يومتها كان في حزن تحول فيما بعد إلى فرح، وفي ناس كان عندهم فرح تحول فيما بعد إلى حزن. هيدي الذكرى تقهر، لأنه نحن بالنسبة لنا قصر بعبدة والحرية والوطنية انتهكوا، وهيدا شيء عزيز، هيدا بتاريخ لبنان مصر، تاريخ لبنان الحديث، دولة لبنان الكبير، الجمهورية اللبنانية. أنا عشت هيدي المرحلة
وعندي أصدقاء استشهدوا على جبهات القتال من الجيش اللبناني. ما ممكن انساها هذه الذكرى، نقف امامها باجلال وباحترام. نحن كتكتل اجتمعنا بخلوه بالدير، دير القلعه، يلي كمان في ابين اختفوا، ابوين شرفان والاب اختفوا، اب سليمان ما بعرف اذا كانوا استشهدوا ولا لا، ما لليوم ما في خبر. فبتعيش انت مقضيين النهار فوق بظلال الذكرى القويه. هذه الذكرى تعني لي كثيرا. أنا ولدت في لبنان، اليوم كتبت على تويتر. نعم. إذا الله كتبته. إذا الله اختار أني أولد في لبنان، أنا أختار أن أبقى في لبنان، أن أحيا في لبنان، أن أعمل في لبنان، أن أجاهد في لبنان، شعب وشعبي وزدت وأهلي، لأنه أنا بفهم المواطنة من مفهوم القوم، ما بفهم أنا العشائر والأحزاب. فعائلتي هنا أموت وهنا أنتظر القيامة، من هنا أنتظر القيامة. معلش لو استطردت شوي كمان، تعتبر اللي نحن عم نعمله لإحياء ذكرى هؤلاء الشهداء وكل الشهداء هي شيء من الوزنات اللي نعطوا لنا تنكمل هالمسيرة، من وحي العظة أو اللي قلتها بالتكتل حسب ما عرفت أنك ألقيت عظة عن الوزنات؟ إيه، أنا ألقيت العظة الافتتاحية صباحا بعد الصلاة اللي صار. صحيح. لما بتشوف ناس ضحوا بحياتهم تنحنا نعيش، بتصير خجول بأي تضحية أنت بتعملها، وبتحفزك أنك تضحي عقد ما هني نضحوا. فنحن وجودنا بسبب تضحياتهم، لذلك أنا لا أستخف لا بتضحياتهم ولا بوطنيتهم، وأنا متبني وطنيتهم. هيدي مهمة، متبني وطنيتهم. هيدي أمي استمرت بتضحيات كثيرة وبآلام كثيرة وبدم كثيرة، دماء كثيرة، في ناس بالحرب كمان ماتوا مثلهم على الجبهات دفاعا عن لبنان، عن سيادته وحريته واستقلاله وعنا كشعب. طيب نحن قبل ما نروح على الفاصل الإعلانية بتوقف هيك، مفروض تغرب المحور الثاني لأنه طوينا المحور الأول اللي بده حلقات بركي وما منوفي حقه. المحور الثاني هو الشهادة موت بالنهاية، وعندك كتاب اسمه رحلة الموت من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي. كتاب شغل لك راسك كتير، رح توقعه هو التاسع لك؟ هيدا التاسع. رح توقعه بـ30 تشرين الأول بمسرح نقابة الأطباء بالتحويطة الساعة 6 المساء، نهار سبت بيكون. صحيح. اللي بنحضر عندك بنرجع الحلقة لهم. صحيح. قبل ما نغوص بمضامين بتشارك عندي مثل العادي. قبل ما نغوص بمضامين الكتاب، في سؤال بديهي ساذج بيطرحوه كتار، ما في حدا مات ورجع وخبرنا شو في هونيك تحت بجهنم او بالوسط بالمطر او فوق بالسماء؟ شو بنقول لهم لهال أصحاب هالسؤال الساذج؟ لا، هيدا منه سؤال ساذج، هيدا سؤال بيقول أنه أنا ما فيني كون فكرة صحيحة عن مكان ما إذا ما حدا خبرني عنه أو إذا أنا ما شفته. المشكلة أنه وقت الواحد بيعبر ما بيرجع ليخبر، فمن هون بتبلش التساؤلات إذا كان هالمكان موجود، إذا كان حقيقي، إذا كان في أكتر من مكان مشوي نص على نص مبورد. وبيروح النقاش قد ما بدك فيه فلسفيا ولاهوتيا، وبيضل الإنسان باللا يقين إذا ما في حدا إجا من هونيك لهون وخبرنا. أنا من الذين يعتقدون ويؤمنون بقوة بقيامة المسيح. شخص المسيح أعطانا اليقين، راح وإجا خبر وأعلن لنا،
ولذلك بحثي طمن أكثر لما عرفت شهادته عن ما بعد الموت. فصار للموت أو للأسئلة حول الموت إجابات يقينية تطمئن. هون عم تحكي قيامته وبقاؤه قبل ما يصعد. صحيح. بالعنصرة يعني عم تحكي عن هيدي قبل المرحلة. صعوده نعم. بعدين إجا رح يدوس في العنصرة. نعم. المسيح راح وإجا خبر. قبل منا المسيح أقام بنت ثم صبي ثم لعازر، ولعازر أقامه من بعد ما أنتن في اليوم الرابع تيفرجن هو السيد القيامة والحياة. ولعازر لما قام بسبب شهادته قرروا اليهود يقتلوا، مما جعلوا يهرب إلى لارنكا ويقضي حياته بعدين يموت هناك. فنحن نؤمن بالقيامة بسبب من قهر الموت بموته، المسيح غالب الموت. يعني هون بتأكد هيدا المكان اللي عم تحكي عنه اللي هلا رح نفصله بمحاور كتابك، انه بتؤمن في مكان اخر نحن نصعد له، مش انه جسد وبينتهي على الارض. كتابي يلي انت صححته مشكورا. العفو. وانا دائما بتكل عليك بكل كتبي. العفو العفو. بدي قول انا قلت اذا ما في رساله من وراء القبر بيبقى الموضوع تحليل بشري عرضة للمخيلة البشرية، هيت تزبط معناها هيت لا. لكن لأنه القبر فارغ والمسيح قام من الأموات، ولأنه حكي وموضوعه مضمون بقيامته، يعني في ثقة بكلامه بسبب قيامته، وقيامته ما كانت بالزاوية شي محل ثلاثة أربعة دعوا أنه نشافوه، هيدي بتبقى خبرية لو اثنين ثلاثة بتقول هؤلاء مركبين قصة. في تعداد هلا مش بالوارد نحكي عنه، ولكن في تعداد لقلن هنن 12 زائد 70 زائد 500 يلي شافوا المسيح. طبعا نحكي عن الثلاثة النسوان ومريم العذراء ما عم نعدها بين 12، وهو رقم 12 هنن كانوا ناقص يهوذا زائد يهوذا زائد اثنين فوق عدن، يعني ما فيك تضبطها مزبوط، عم تطلع انت لفوق 590 600 شخص يلي شافوه على ايام عديدة، قعد معهم اكل معهم 50 يوم 40 يوم 40 يوم ايه، وشافهم وحكي معهم ولمسوه. وواحد من الاشخاص اللي كانوا في الدائرة كان طبيب، نعول على شهادته لأن هو الأطباء معودين يكتبوا ريبورت. لوقا الإصحاح 24 يلي هو آخر فصل من فصول إنجيله بيحكي ملاحظات دقيقة عنه عن قيامته، خلى توما يلي شك أنه يمكن مقامه شافه خيال قال له حط أصبعك بإيدي وبخسرتي، وأكل قدامه بعد الأيام ضلوا هول الجروحات ما برقوا، ضلوا علامة الفداء حتى نضل نتذكر وحتى نآمن بفدائه وبقيامته. فلوقا وفق. فأنا ليش عم بقول هالكلام؟ لأنه في ناس يؤمنون بقيامة الروح مش بقيامة جسدية. المسيح قام بالجسد ونحن سنقوم أيضا في الجسد. نفتح الكتاب ومنبلش. بتقول أسيس طرابلسي أنه في ثلاث مراحل بتقلق الإنسان لما بتحين ساعته. لحظة مواجهة الموت الأولى، كيف بيلفظ أنفاسه، وشو بيصير باللحظة الأولى بعد الموت. هون عم نشوف غلاف الكتاب الأول والغلاف الثاني. هيدا الغلاف أنا أعطيته للصبية بالتلفزيون، كنت في خطأ مطبعي حاطين البيت الترابي بعدين زبطته لأنه الآية بتقول من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي. مش مشكلة، المهم هذا الغلاف. هو كان بيحكي عن خيمتنا الترابية فتزبط الغلاف. ماشي. أنا بالبداية حكيت عن الموت في مفاهيم الشعوب. أنا بس سؤالي هون أنه الاستنتاجات هي اختبار انت عشته بعائلتك تعزز بعدين بالدراسة اللاهوتية. طبعا انا الموت قلقني كتير،
زارنا الموت باكرا سنة 69 يوم عيد الشعانين. بيجي شخص من عائلتنا بفوت إلى باحث الكنيسة بالشعريني بتوشوش هو وبيي، مننخبط منروح، بيطلع جدي اللي منحبه مات، كان عمري 7 سنين. جدي منحبه كتير، بعده متقاعد، بعده بأز عمره، مات. بعدها بكم شهر ستة من أمي صبية بالخمسينات ماتت. بعدين بلشنا بالحرب وبلشوا يموتوا الأصدقاء والقرايب، مرقنا فترة بالسواد باللون الأسود. صح. صرت أوعى بالليل لما مات بيو لصاحبي بالمدرسة وما نزل على الأوتوكار أليكسي، قالوا بيو مات. أنا طفل، شو بيو مات؟ صرت أوعى بالليل شوف بي إذا عم يتنفس. هالموضوع شغل لي بالي، عمل لي قلق الموت، قلق الموت. بيحكوا الفلاسفة عن قلق الموت. هول ثلاث أسئلة أنا حطيتهم: كيف سيحدث موتي؟ كيف ستخرج روحي؟ أين سأستيقظ مباشرة بعد ذلك؟ هول ثلاث أسئلة أساسية. هول ثلاث أسئلة إذا واحد عاقل وبيفكر فيهم بيصيبوا قلق الموت أو هاجس الموت. هاجس الموت. كيف واحد بده يتواجه مع الأسئلة؟ في ناس قالوا كبهم ورا ظهرك، انبسط، أبيكوريين، كيف، عربد، سكار، انسى. سقراط تواجه مع الموت بعزة نفس، انه هن بدهم يعدموني على رأيي، انا بفرجيهم انه انا مش خايف من الموت، وشرب السم. وشرب السم. المسيح يلي حامل خطايا العالم وحامل جسم بشريتنا تواجه مع الموت، صلى للآب نيابة عنا لأنه كان عنده قلق الموت تبعنا بتواضع: إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. ما نتكبر ونتجبر بقصة الموت، ما في كبير على الموت، ما في كبير على الموت. يعني أنت عم تعتبر لما بتقول أبعد عني لا أو عن أبعد الموت. عني هذه الكأس. ايه؟ عم بيعبر عن الناس، مش عن هو الناس. كان خيف عن الناس، وهو بيسميه بجسم بشريتنا. فعلا الموت مرعب، واجهوا المسيح للموت، غلبوا للموت. منقول وطئ الموت بالموت. صحيح، قتل الموت بموته. المسيح واجه الموت. بس لما بتقرأ كبار اليهوديين والمفسرين لما بيحكوا عن هذيك اللحظات بيفرجوك انه كانت مواجهة حقيقية مش تمثيلية، مواجهة حقيقية، وكان فيها نفس قلق الموت تبعنا وخوف الموت. بيخليك انت تفكر: طيب وانا موتي الآتي حتما، ما قد وضع الناس أن يموتوا مرة، مين بيقدر يهرب من الموت؟ ما يعني ما لخلق علي الحقيقة الوحدة. ايه؟ السبت الوحيدة. كيف رح اتواجه مع الموت لما بدق الساعة؟ وكيف بتطلع روحي ووين بتوصل؟ هلأ هول التلاتة كيف ووين بيستاهلوا نفكر فيهم وبيستاهلوا نستعد ليهم استعداد صحيح، لأنه لربما مثل ما قال أحد الفلاسفة بعتقد توماس هوبس، قال المشكلة أنه نحن منوعة على حقيقة مرة، على حقيقة وجود جهنم من بعد ما يبطل فينا ناخد قرار. يعني نكون غمسنا. أي خلص. فأنا بدي يكون مستعد قبل. فإذا أنا هالثلاث أسئلة منن أسئلة كيف ما كان. هلأ لو كل واحد بيفكر بذاته لما نحن منتواجه مع الموت، نحن وين منتواجه مع الموت؟ نحن منتواجه مع الموت بالدفن. والعقلاء والكبار بيقولوا بين بعضهم، يكونوا مشنجلين وماشيين بالضيعة، بيقولوا ليك عم منودع، وبكرة بيجوا بيودعونا الماشيين ورانا، الشبيبات اللي ورا بيرجعوا بيجوا بيودونا. منصير نحن على المدفن بتلاقي المشاعر تختلج يا هل ترى عم نبكي على الحبيب اللي رحل ولا عم نبكي على مصيرنا اللي جاي شغلي
انت بهودي ثلاث أسئلة ما عندك جواب. لا انت أنا جواب استعداد. لا انا عندي الجواب. ما بتعرف بقصد، ما بتعرف عم تروح روحك. انا بس ما بعرف انسانيا وبشريا، وانا استعرضت الملخص الفلاسفة شو حكوا في الموت، لولا المسيح انا من وين بده يجيني علم؟ ما بعرف. بسبب المسيح ولاني اؤمن بهالكتاب المقدس يلي حكي عن المسيح جوهر، وانه المسيح تجسد صلب مات وقام، هذا جوهر الانجيل. انا بسبب الانجيل صرت بعرف كيف اواجه الموت، كيف تخرج روحي، واين ساكون. لا انا جاوبت عن الاسئله، لا ما تركته للقارئ يضيع. اعتقد بنعمه الله انه انا اعطيت اجابات حاسمه، مش من بيت بي، من هالانجيل، من يسوع اللي غلب الموت. قدسية الشهادة عنوان حلقتنا، وكمان رحلة الموت من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي مع الأسيس إدغار ترابلسي. منتابع ولكن بعد هالفاصلة الإعلانية. منتابع معكم حلقة نقطة فاصلة مع الأسيس نائب الأمة اللبنانية مش بس بيروت إدغار ترابلسي عن رحلة الموت من البيت الأرضي إلى البيت الأبدي تحت عنوان شامل اللي هو قدسية الشهادة. أسيس، بتناول كتابك مفهوم الموت من الزاوية الطبية التاريخية عند الشعوب والفلسفية، وبتوصل لخلاصة أنه كل المفاهيم والنظريات والاجتهادات ما قدرت تبدد قلق الموت أو هاجس الموت، تتختم بأنه اللي بيبددهم هو الرجاء المسيحي. بحس كمان مهما كان الإنسان مؤمن وعنده رجاء بضل خيفان، وهون استعملنا كلمة المسيح لما قال أبعد عني هذه الكأس، شرحت لي إياها بس إنه بهالمضمون هيدا بهالكونسبت هيدا كيف تشرح لي هون؟ الكتاب كان أكبر من هيك، وبعدين قررت إني أتخلى عن بعض الأجزاء، قلنا يوما ما نصدرهم، بس تركت كم نهفي كانوا يسترضوا إله الموت بأنهم يحطوا له مصاري فضة بيتموا للميت أنه حل عنا حتى ما ترجع، حتى ما يرجع يدفعوا له أجرته، بركي بيحيد عن هالعائلة أو عن هالبيت للموت، مش لإله الموت. لإله الموت إيه، مع الميت بيبعتوا له مصاري. بتشوف الموت عند الشعوب والجنائز، لما تروح على اي متحف مثل المتحف الوطني في بيروت بيحكوا لك عن الطقوس الجنائزيه اللي احيانا بتتصور على المدافن تبع الامراء والملوك، بتشوف دائما في شيء بيخليهم للناس يعبروا عن حزنهم، عن الخساره، عن الخوف، ودائما في شعور بالابديه على طول. يعني هن ما اعتبر الإنسان حاله أبدا ينتهي. الفكرة أنه ينتهي وجدت في كتيرين، وفي هلأ ناس بيقول لك أنا خلص لما نموت أنا شيء من غبار كوني وخلصت القصة، شيء من هوى وراحت. ولكن غير الإعلان الإلهي يلي إجا على فم الأنبياء، أنا عم بحكي عن حدث تاريخي هو قيامة المسيح. قيامة المسيح هي اللي بتعطيني رجاء. في تعليم في الكتاب المقدس، وأنا ابتديت واستحليت أو اخترت هالعنوان من الآية برسالة بولس الرسول الثاني لأهل كورنثوس، لما قال لأننا نعلم، هيدا علم اليقين، أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. أنا كلمتني كثيرا، هي فيها كثافة هيدي طبعا مكثفة، وأنت كثفتها لما اخترت هذا العنوان. صحيح. المسيح هو اللي بدد لي هاجز الموت، قلق الموت يلي
كطفل وكمراهق أرعبني، وشفت بالحرب إنسان تقنص عم بينازع، ما حدا عم بيقدر يجيبه من نص الشارع، شفت حدا سحله، في كلمات يمكن تأذي بعض طبعا المسامع، شفت ناس ماتوا، شفت أبطال قتلوا، شفت أبرياء اعتدي عليهم قتلوا. نحن شو نحن هون مجبولين بالموت والحزن والدموع، قلق الموت فعلا. نحن شعب مأساوي، نحن شعب مأساوي نسكن المأساة. نعم نحن نسكن المأساة. طيب وين أنا بتطمن؟ إذا نحيت منح الفلسفي، أنا عامل استعراض سريع وملخص لشلي من الفلاسفة الكبار، هن ما كانوا مطمئنين، يعني هن ما بيعرفوا شيء. وإذا أنا رحت وغصت في الدين والممارسة الطقسية الدينية كمان ما عم برتاح. ما بيرتاح الإنسان إلا إذا إجا حدا من هونيك. هذا اللي سألتك إياه بالأول واعتبرته. وأنا لو ما إجا حدا من هونيك هالقد مصداقيته عالية، ومصداقية اللي شافوه عالية. عم تحكي عن قيمة المسيح. صحيح، مصداقية اللي شافوه عالية جدا، ومش معروف عنهم انهم تآمروا باختراع القصة يلي اتهموا فيها على اثر قيامته. اليهود قالوا تلاميذه اجوا سرقوا الجدي. هيدي اثنين ثلاثة سرقوا الجدي، ما لا، هوني في قيامة حقيقية. شو اللي ألهبهم حبيب؟ شو اللي ألهبهم يواجهوا النيران ويعملون شمعدان بالطرقات، ينوروا فيهم الطرقات، ولا يكبون للوحوش الكاسرة؟ شو اللي خلاهم يروحوا للاستشهاد فرحين؟ ما بقى خايفين من الموت، لأنه زعيم، هيدي العبارة من الكتاب المقدس، رئيس إيمان، هيدا معنى زعيم، الزعيم مبدئ إيمان، يسوع المسيح انتصر على الموت وقام، وهن شافوه. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ آخر همهم، آخر همهم. إيه. مشان هيك قال بولس، إذا عشت للرب أعيش، إذا متت للرب أموت، إن عشت وإن متت فللرب أنا. حكي عن محطات رحلة الموت، مثل ما علشت حضرتك بكتابك، من أسئلة العتب على الله إنه بعده بأول عمره، ليش استرجعت أمانتك يا رب؟ أو للتسليم بأمر إنه ما حدا بيعرف أمتى بتجي ساعته، للتمثل أو محاولة التمثل بقيامة أشخاص من الموت مثل ما ورد بالإنجيل إليعازر وغيره. لشو بيصير، أو شو بيصير، عم بحكي بالتدرج لحد ما تقول شو بيصير بس تخرج الروح من الجسد، وقديش بتستغرق وقت. استوقفتني هاي القصة. أنا عالجت بعض الأسئلة يلي هون حطتها تحت صيغة سؤال وجواب، بالوقت اللي بالأساس كانت هي شابيترات، ولكن لما صممت أني أعمل الكتاب ريدبل صغير، لأنه تعرف أصحاب السيادة كان مخيف 630 صفحة، بدي الناس يقروا الكتاب، فأنا حطيتهم صيغة السؤال والجواب. حكيت عن موت الكبار، كبار السن. الحياة حلوة، حتى لما بيموتوا كبار السن نحن منزعل، مش إنه ما منزعل. طيب، وحكيت عن موت الأطفال، موت الشباب، موت الناس اللي بعز عطائهم. في هلأ مشاهدين أنا متأكد إنه هن مش عم بيوقفوا بكي أنا وعم بحكي. أنا إنسان خسرت بيي، شاب عمري 20 وأختي أصغر مني وخيي صغير. أنا بعرف شو معنات واحد يتيتم، أنا بعرف شو معنات امرأة تثكل بتصير أرملة، أنا بعرف عيش مع الناس وأنا فتت معهم على العناية الفائقة ودعتهم وصليت أنا وياهم قبل ما ماتوا. كبارا وصغارا صلينا لأشخاص ربنا أخدهم. السؤال ليش بيموتوا الصغار؟ أنا عالجت ليش بيموتوا الصغار. قلنا أخذت داود كنموذج كقصة، ما أنا بدي أشوف ناس، لأنه تقول لك الحقيقة الموضوع مش دائما إيديولوجي عقائدي فلسفي نظريات. هيدا داود مثله ولدين، داود النبي، داود النبي مثله طفل صغير خلي ومات، تحم
داود كل الفترة اللي الولد مريض كان داود متحم لا بياكل ولا بيشرب. لما مات الصبي قام حلق وتحمم وقال له نحطوا لي أكل. سألوه شيء مدهش، قال لهم أنا أذهب إليه هو لا يعود. شفت رجاء عنده أنه ابنه ملاك عند ربنا قبل مفهوم الرجل اللي إجا معه. وهو يا مناه أنه يلحق يكون عنده، وما بينفع البكي من بعد ما يكون هالطفل مضمون أبديته. وهيدا سؤال، لأنه في ناس بيطرحوا أنه الأطفال إذا ماتوا وين بيروحوا؟ بتبلش الإجابات، بيروح على جهنم أو منعمدهم أو ما منعمدهم، واللي ما تعمد شو بيصير؟ إنه شو بيصير؟ هيدا ابن داود ما تعمد طلع على السماء. طيب مثله مين بيقول إنه طلع على السماء؟ حطيت قلت واحدة من الآيات الأساسية يلي المسيح قالها لست أريد أن أحد هؤلاء الصغار يهلكون. يعني سلفا عطاهم الأطفال الأبرياء اللي ما بيهلكوا. شو بده يتعقب هيدا؟ الخطية الأصلية يلي هو مش مرتكبها هو حاملها المسيح شفاه منها. مثله ابنه الكبير أبشالوم، ولد متمرد عاصي. ابن داود قتل مات، ما كان يتعزى داود، ما كان يتعزى. شو السبب؟ لأنه عارفه مات بخطايا. في إجابات بالحياة صعبة، أكيد بعدين هو عاد تعزى تعزيته شخص الرب بالمزمور يلي مسابق. أنت بتعرف بنقرا بالدفن المزمور 23 بترتل الرب راعية فلا يعوز. شو بيقول؟ إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك يعزيانني. فنحن شو بيصير بالعبور؟ قلنا كيف نواجه الموت، كيف تعبر روحي وديه بتاخد وقت. قال حدا، قال قصة الموت وشوكة الموت مش أكتر من شوكة بتشيلها بس ثاني بهاللحظة واحد بيكون انتقل. ايه انتقل بلحظة. هلأ في عندي قصة تاني من لعازر لمن مات حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. هيدي معزية جدا، يعني انبعت له كونفوا أخذوا ربنا على أحضان على أجنحة الملائكة. بالوقت اللي داود قال له أنت تسير معي، الملائكة ترمز للحضرة الإلهية. هيدا إنسان بار، لعازر صديق قديس، كان صديقه للمسيح. حملته الملائكة، كان عنده الاستعداد والقبول لربنا ورحمة ربنا، منشان هيك نقل. غيره بتشوف حوادث أخرى بالكتاب المقدس ولا حوادث بالحياة، ناس مرعوبين من الموت بيقول لك وصلوا اجوا لي، بيكونوا الشياطين جايين ليه؟ المخيلة أم الدماغ؟ ممكن واحد بيشتغل بالطب بالعلم النفسي إلى آخره بيقول لك هيدا الدماغ. ايه مزبوط، بس هيدا عم بيموت بدون يقين. ففي عنا هون سؤال، أنا بدي يكون مستعد ولا ما بدي يكون مستعد؟ أنا بدي اتواجه مع الموت بدون استعداد وروح للمكان اللي ما بتمنيه. خرجت الروح من الجسد لوين بتروح؟ بتحكي حضرتك بهالكتاب عن هاويتين، الهاوية السفلى والهاوية العليا. هل هن جهنم والسماء؟ وشو المطهر هون بين هاتنين؟ أنا اعتمدت على نصوص كتابية، بس لازم أقول أنه أنا من الناس اللي ما بيأمنوا بلاهوت غير مبني على علم تفسير. بيصير اللاهوت فلسفي، الضوابط تبعه هي ضوابط تفسيرية. إذا عندي نص، عم بشتغل تحليل نص، عم بشتغل مثل ما بيشتغلوا مثل ما علمونا أساتذتنا تحليل النص، ما بحمل النص شيء مش حامله ولا بقوله شيء ما قاله، بدي أعرف شو قال. وإذا كان النص رمزي ولا مباشر بدي أعرف رسالته شو هي. المسيح حكي
بلوقا 16 تفهمها، بتقدر تفهم الآية من مجرد قراءة ولا بدك تكون كمان دارس تفسير أخرى لها؟ لا، اللي بيشتغل علم تفسير ما بيقرأ مفسرين، بيشتغل بالعدة، في عدة بين إيديه تدرب على استخدامه. بيشتغل أول شيء في تفسير صعب، هو اللغة، اللغة الأساسية تبعه، بعدين بينطلق لتفسير النص، بعدين ليتأكد من اللي اشتغلوا بيرجع للي قالوه الآخرين بيقارن. ايه بس ما بيبلش هون. المفسر المزبوط ما بياخد، ما بيبلش هون، بيشتغل from scratch، لوح أبيض، مش انه بيقرأ شو قالوا قبل. لا، هيدا بيكون مقتبس، بيكون هاوي. بدنا نشتغل مزبوط، بدنا نشتغل من النص ونطلع من النص. فإذا ضوابط العقيدة هو اللاهوت الكتابي، إذا ما في لاهوت كتابي وتفسير كتابي أنا ما عندي ضوابط، ما عندي ضمانات لأي معتقد. المسيح حكي عن لعازر والغني. مرة من المرات كنت عم بوعظ بدفن وسائبيت الميت، رايبينه قعدوا الفقراء هون والأغنياء هون، فأنا عم بوعظ عن لعازر الفقير طلع على الفردوس وهيداك راح على الهوية، فصاروا الفقراء يقولوا أمين للعازر وهيداك، يعني كانوا مبسطين يعني شقعوا له. فطلعنا لبرا قال لي ولك ما قصرت فيهم، قلت له مين؟ قال لي هول قرايبيننا الأغنياء. هلا هو غني بس مش قدهم. قلت له لا يا زلمة، مش أنا. ما راحوا على السماء وجهنم بناء على رصيدهم المصرفي، الفقير بيطلع على السماء والغني بيروح على جهنم. كمان في عنا معتقدات فظيعة. المسيح أعطى قصة الهاوية العليا والهاوية السفلى، وبطرس صاغ التيرم هيك، يعني موجود في الكتاب المقدس وموجود في العهدين. هل الهاوية العليا هي السماء؟ هل الهاوية السفلى هي جهنم؟ بالحقيقة في بعد تعبير آخر هو مقر الأرواح أو مستودع الأرواح بطبقتين، وفي بيناتهم هو عظيمة تفصل بيناتهم، ولكن هولي هيدا بحالة نعيم وهيدا بحالة تعاسي. ومنشوف الغني عم بيناشد أبوه إبراهيم إنه يعزيه، يبعث له لعازر، يجيب له نقطة مي إلى آخره، أو يرجع لعند أهله على الأرض حتى ما يلحقوا لهون، عنده خمس إخوة. قال له في هو عميقة قد أثبتت بين هون وهونيك، حتى اللي هون ما بينزل هونيك ولهونيك ما بيجي لهون. أنا أخذت منهم دروس قيمة وخطيرة، إنه بعدين ما في تغيير المكان، هوني أنا بقدر أطلب المكان، هونيكي بيطلع لي المكان اللي طلبته، ما بقعد فيني غير. يعني سلوكك، لا قرار، قرار ايه، يعني قرارك وسلوكك طبعا وفق هالقرار هو اللي بيحسبك. هون هلا نروح للدينوني، الله كيف بيحسبنا اعمالنا؟ بدي اسالك، بيحسبنا اعمالنا يعني هيك بيبقى. انا بس بدي اقول محكمه، بس بدي اقول شيء، لما بيموت هالانسان، في شاعر الماني قال كل انسان بتطلع له الميتة اللي بيستحقها، وأنا بزيد كل واحد بتطلع له الأبدية اللي بيستحقها. إذا كان هوني أخذ خياره، واحد ركب بالطيارة قاطع على روما ما بيوصل على أبيجان، يوصل على روما. إذا واحد قاطع على السماء ما بيروح على جهنم، إلا إذا كان موهوم إنه قاطع على السماء. لأنه في ناس موهومين. الإيمان في المسيح، المسيح بإنجيل يوحنا بيحدد من له الإبن له حياة أبدية، من ليس له الإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. هلأ هذه الهاوية العليا والهاوية السفلى تسبق القيامة حبيب، عند القيامة بيقوموا تينقرالن الحكم ده، وبناء عليه بيرجعوا بيروحوا بيستمروا بالحالة، بيصير إما بالسماء إما بجهنم. شو بتطلع هيدي الهاوية العليا والهاوية السفلى؟ هي الأنتري، إما على السماء أو على جهنم. سؤالي هلأ، كل اللي ماتوا من أول التاريخ لليوم هلأ ناطرين؟ ناطرين الأوة؟ ناطرين. ما حدا نرتاح طلع لفوق؟ لأنه لا طلعوا لفوق. ايه؟ شوف المسيح شو قاله لللص على الصليب؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس. هو فوق، عم نحكي فوق وتحت بالمعنى انه المكان الافضل السماء وجه. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. اوكي خلص، هو طلع لفوق حتما، ولكن
بعد في قيامة، حتى ما حدا يكون راح وظن انه مظلوم بنهايته بده ينقرا له ليش راح لهونيك بالوقت يلي هن اختاروا انه يروحوا مع المسيح ويعبروا مع المسيح وبينتهوا مع المسيح. بقول ليس من دينونة على الذين هم في المسيح. هولي شو بده يصير لما بيقف قدام الكرسي قدام العرش؟ بينقرا صق براءتهم، مش لانه نابريا، لانهم قبلوا المسيح انه مات عنهم وبررهم، فبيطلع لهم بر المسيح والحياة الأبدية مع المسيح. هيداك رح يندين على خطاياه، بس في خطية أولى إنه ما قبل خلاص المسيح، والبقي ما عاد مهم، بده يدفع ثمنه. سؤال هون من ضمن شيء يعني مفهوم قديم، هل الإنسان مخير أو مسير؟ قول المسيح واضح، لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بإرادة أبيكم الذي في السماء، مش هيك؟ يعني الإنسان هون بسير، إذا الله هو عم بيقول ما في شيء بيصير إلا بإرادة رب. في مبدأ بيقول إنه عطانا ربنا الحرية نحن نختار، وحدد لنا هون الخير وهون الشر، ونحن نتحمل مسؤولية الطريق اللي بنسلكها. بس معقول الله بالنهاية ما يرحم جميع الناس؟ وهون فيني يعني أحكي عن مبدأ الرحمة الإلهية. في نقاش طويل عريض باللاهوت وبتاريخ الكنيسة بهذا الموضوع. تعرف إذا كان ربنا حكم على الناس يروحوا على جهنم، بيكونوا الناس ضحايا. ضحايا إذا هو صمم لهم وأرد لهم وفرض عليهم نو ماتر وات، انت ما اخترتك انت رايح على جهنم، بيكون الله شرير. هذا اله الرحمه، اله المحبه، هي هذا هو مفهوم الرحمه الالهيه. ولا خلينا نحكي عن مفهوم الرحمه الالهيه. انا بس بدي اقول شيء بعد معي بعد 10 دقائق، 10 دقائق حتى ما انا بدي اقول شيء. الله خلق الانسان على صورته ومثاله، سيد وحر ومستقل. سقط الإنسان بالخطية، طلعه من الجنة، بس بقي سيد وبطل حر، بمعنى الخطية سيطر عليه، بس هو سيد قراره. واحد سجين تسأله بدك تطلع من الحبس، بيقول لك ايه بس انا ما بقدر اطلع، بدي مين ينقذني؟ في حدا بده يجي ينقذه، هيدا المسيح المخلص. إذا هو بيرفض عرض الخلاص من المسيح وبيستمر نزول الحق عليه مش الحق على الله، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هذه قاعدة ربنا، الله رحوم ويريد خلاص الجميع. قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هون بتطلع أنا بسفر الجامعة يخاطب الشباب، لأنه الشباب ما سألنين كتير عن الله، فبيجي بيقول له انتبه أيها الشاب، بدك تعمل بدك تعمله روح اعمله. أيها الشاب افرح في حداثتك ليسرك قلبك في أيام شبابك، واسلق في طرق قلبك ومرء عينيك، واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. انتبه، هيدي خيار، مش هيك قلت له؟ إلهنا تركنا الحرية، تركنا الحرية من شان هيك دائما. شوف لاحظ معي الثنائية، شجرتين بالجنة، وحدة بتاكل منها وحدة ما بتاكل منها، بابين، طريقين، نهايتين على طول. انت واقف على مفترق طرق، في دعوة من المسيح لكل انسان، بدك الخلاص بدك تجي لعند المخلص، بدك القيامة بدك تجي للي قام واللي قادر يقيمك. ما في غيره بيقدر يقيمنا من الموت، ما في غيره. وفي شيء تاني يعني الدينوني، تسمح لي بس ناخد بريك، نرجع يس فاصلة إعلانية ونرجع منتابع ما تبقى من حلقة نقطة فاصلة. وصلنا لنهاية الحلقة مع الأسيس إدغار طرابلسي، بعد معنا بحدود 10 دقايق. عندي سؤالين أساسيين كخلاصة لكل اللي حكيناه عن رحلة الموت. لفتني وصفك للبيت السماوي الجميل جدا،
اللي كل واحد بيتمناه بس يقراه عندك انه يكون فيه. هل هالبيت هو مثلا نتيجة رؤى أو إيحاءات قديسين أو تخيلات مستندة لفهم عميق لآيات الإنجيل والكتابات المسيحية؟ ليك أنا اطلعت على قراءات أخرى خارج الكتاب المقدس، في منها من الميثولوجيا وفي منهم من قديسين وناس عندهم رؤى وإلى آخره. أنا من جماعة بطرس الرسول يلي بيقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هيدي آية عظيمة، وهو اللي شاف المسيح على جبل التجلي. أنا أؤمن بالمكتوب، هيدا أوثق عندي، هيدا يقين أكتر من المخيل البشري قد ما كانت مقدسة وسامية. المسيح حكي انه هو رايح وعم بيقولن لتلميذه وحتى ما يزعلوا، انا اذهب ليعد لكم مكانا ولما نبعد بيجي وبيخدكم. ومن هون حكي عن بيت بمنازل عديدة يلي استخدمت فيما بعد، والمسيح عز تلميذه. الكتاب، كل كتاب له هدف، اي كتاب بتقرأ له هدف. الكتاب المقدس له هدف الوصول الى المدينة السماوية. البداية تبعه كانوا بالجنة، طلعوا لبرا وربنا لاحقهم تيوصلهم هنن ونسلهم على المدينة السماوية. مشان هيك الكتاب المقدس بيخلص بسفر الرؤيا بالمدينة السماوية، سماء جديدة وأرض جديدة. يعني أكتر شيء استحاء من رؤيا يوحنا. رؤيا يوحنا، أنا عم باخد الكتاب المقدس، عم بشتغل على اليقين اللي أنا بأمن فيه. أنا زلمي من أهل الكتاب، هلأ غيري مش من أهل الكتاب، هو حر، أنا من أهل الكتاب عم بقدم اللي أنا بعرفه. في الإصحاحين 21 وبالطالع بيحكي عن السماء الجديدة والأرض الجديدة، وبيحكي عن أورشليم الجديدة. الكتاب المقدس في ثلاث مدن، في بابل رمز الحضارة والمدنية، بابل قصة كتير كبيرة بالتاريخ البشري وبتشوفها في آخر الأيام، والمقصود فيها الحضارة المدنية يلي هي هاي فوق بتكون، لا لا هون على الأرض، وبتشوف أورشليم الأرضية وبتشوف الثنائية بيناتهم، بعدين بتشوف أورشليم السماوية. في بتاريخ الكنيسة كتير شغل على هيدا الموضوع، وفي كان دائما نظرة للمدينة السماوية عالية بالمقابل يلي كان فيه تعظيم لروما. تشوف أغسطينوس بأيامه دخلوا على روما وسرقوا روما وصار غزو روما سنة 410، سقطت وهي المدينة الأبدية كانوا بيظنوها الرومان. اتهموا المسيحيين انه بسببهم الآلهة غضبت على روما، فهو كتب عن مدينة الله The City of God. هلا نحن اكثر شيء بنعرف اعترافات اغسطينوس توبته الكونفيسيون، بس هو كتب عن مدينة الله. بسفر الرؤيا بيحكي عن هالمدينة السماوية يلي المسيح وعدنا ببنائها ووجود منازل للي بيقبلوه، لأنه من يعني المسيح إجا حتى يعطينا هالحياة الأبدية. والملخص الإنجيل هو يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وين؟ مع المسيح. وين بالضبط؟ بأورشليم السماوية. فأنا بحكي عن السماء الجديدة والأرض الجديدة. أول شيء في حالي لإلنا قبل ما نحكي عن المدينة، يمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش أنا أصنع كل شيء جديدا، وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. هولي تبعون سفر الرؤيا مين قالون؟ يسوع قال له يهم ليوحنا. نحن مسميها رؤيا يوحنا، هي بالبداية بيقول هيدي إعلان يسوع المسيح، إعلان يسوع المسيح ليوحنا. بهمك كلمة الإعلان طبعا مرة حكي فيها طبعا، لك لو ما في واحد خبر نحن ما بدنا نعرف. الله إله يتكلم، إله معلن عن ذاته، مش محتجب مخبى خلف الضباب والغيوم وما بنعرف شو عنده وشو محضر لنا. فهو أعلن ذلك، حالتنا حالة سعادة، ولكن في المكان رح أقول لك شيء، هو ذا مسكن الله مع الناس. هيدا هو المكان بحضرته عنده، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم ويمسح كل دمعة.
نحن حيث هو. إذا واحد بده يعرف وين، حيث هو الوين. أهم شيء أن يكون مطرح ما هو بيكون، وإلا أنا بتكون خسارتي لا تعوض. أنا حبيب ما بسترجي أبدا اتبارى معك بالشعر نهائيا، ولا بجرب ركب بيتين على بعضهم. بس بدي أقول لك شغلي، أنه أنا اقتبست بيتين شعر مقتبس إشياء أخرى لغير ناس، ولكن أنا برأيي المتواضع أنه أهم بيتين شعر قالون سعيد عقل هنن يلي هولي قالون: أعطنا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك، كل ما دون وجهك الجم وهم، أعطنا ربي أعطنا أن نراك. وأنا كتبت أنا وعم بشرح المدينة السماوية، هيدي ملخص الطلبات الأسمى. نحن نطلب مثل الشحادين: أعطيني وسوي لي، وبدي مصاري، بدي سيارة جديدة، وبدنا. مشان هيك لما توفى قال: الأجمل من يسوع شوفة يسوع. صحيح. إذا ما كنت بشوف يسوع خسارتي أبدية، مش حلك لا تعوض، أبدية خلصت. بدي أختم أنا وياك بسؤال أخير. بتهدي كتابك، بدي أختم بالإهداء اللي هو بيكون بالأول: قلت إلى كل حريص على أبديته. هل برأيك الإنسان خصوصي بالعصر احيانا منه حريص على حياته، معقول يحرص على ابديته؟ طبعا مش عم عمم، بس انه في ناس مش سالين عن حياته. ومنذكر بهالوقت كمان ب انا اهديت الكتاب الى كل حريص على ابديته. كتب السامين هديهم لناس ولا كذا، هيدا لكل انسان مخلص. اللي مش مخلص مش رح يجي ياخذوا الكتاب. هذا الكتاب مش أيقوني منحطه على الحيط أو بالبيت بيباركنا، هذا ما بيباركنا إلا زقريني. الحريص على أبديته بيقرأ الكتاب. أنا بكتب شغلي بالكتاب أنه هلأ بآخر 10-15 سنة كنا كلبنانيين كتير هممنا السفر، وكانت شركات السفر تجي بتعرض لنا كتالوجات أو بيعطينا سايت على اليوتيوب، منفوت منشوف أهم النقاط بهالمدينة أو بهالبلد، وبدنا نعرف عنها، وبدنا نشوف أهم الأشياء اللي فينا نروح نعملها نتسلى، واللي مهتم مثلي بالتاريخ بده يروح يشوف المتاحف إلى آخره. فبيعطوك حتى خطة وبيعطوك عرض وإلى آخره من أسعار. هذا عرض للمدينة السماوية. هذا الكتاب دليل حتى نوصل آمنين إلى المدينة السماوية. هوني منه اجتهادي الشخصي، بمعنى أنه أنا ابتدعت مثل هلأ المدينة السماوية، مش أنا ابتدعتها، هو يسوع حكي عنها. أنا بدي دل الناس على الطريق. هذا الكتاب له هدف. هذا الكتاب هو من هدف المسيح. وكالة سفر انت. وكالة سفر ايه تماما. على المدينة السماوية. ايه ليك منيح قلت لي وكالة سفر، لانه الاخير بيوصل واحد لمحل. في تجار عمار بيعمل لك كتالوج بجنن، تروح بتشتري الشقة وبيقول لك في موقف وفي حراسة على الباب وفي بسين وفي كذا، تروح بتشتري بلش تصلح. بيت مهتري. نحن هلا رح نشوف الكارت تبع الدعوة، الدعوة للاحتفال اللي هو رح يتم. رح بيتم كالعادة في بيت الطبيب، نقابة الأطباء، فرن الشباك على التحويطة، المسرح هنيك على 5:30 في موسيقى. أنا عادة أنت بتعرف ما بجيب موسيقى كلاسيكية. هاي المرة أولادي قالوا لي: بابا ما تجيب موسيقى كلاسيكية، موسيقى كلاسيكية يعني جناس. بقى في موسيقى حلوة فرحة. موسيقى حلوة. على 5:30 اللي بيحب يتمتع بباند عم تعزف عزف حلو بيجي على 5:30. الاحتفال 40 دقيقة، وبعد منها ما في توقيع. انت بتعرف انا لا اوقع، لا توقع، لا اوقع، لانه بيجوا لعندي ناس بحب سلم عليهم. في كلمات في كلمات الاستاذ حبيب يونس احدهم، نقيب الاطباء شرف ابو شرف احدهم، والاسيس الدكتور صموئيل الخراط احدهم. من الشهاده لرحله الموت حلقتنا خلصت. بدي اشكرك اسيس طرابلسي. انا بدي اشكرك، ضويت على اللي عززت فينا الرجاء وخليتنا نكون حرصاء على ابديتنا. شكرا لحضورك. شكرا لك حبيبي. بشكر كمان المشاهدين الكرام، وبشكر معونيه بالبرنامج المخرج ربيع الحلو، مديره المسرح ريفا اسكندر، مهندس الصوت جان دبس، وبأوضة الكنترول اشرف شقير وطوني تارك. دينا بالشهادة، قدسية الشهادة، ومنختم بشهادة من نوع آخر: جئت لأشهد والبدء مذود.
يسوع ربي نوري ودربي أقسم أشهد. الحق جئت أقول كلامه لا يزول، للشرق للعالمين بشارة المؤمنين، هو الزمان هو الطريق هو الحياة هو الرفيق في كل آن في كل ضيق. والكرمة الدالية ونحن منها الغصون، والسدرة العالية وليهتف المؤمنون، جئنا لنشهد والبدء مذود، يسوع سرمد إياه نعبد نقسم نشهد. تصبحوا على خير وأمل ورجاء، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.